صباح الخير عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بألف صحة يا رب. ان شاء الله اليوم كتاب وغنصوروا ان شاء الله الروتين تاع النهار كله. مهم اول حاجة ملي كان فيق الصباح ريحانة انا صيفطتها لمدرسة، مول الدار تا هو خرج العمل ديالو، صافي بقيت انا وولادي باقي مدوش القراية. غادي نوجد ان شاء الله الفطور هو الاول. كما كتشوفوا انا راه في الليل كنغسل المواعن، كنخلي حتى حاجه، هذا راه اللحم جبتو الصباح باش نطيب الغدا. كما قلت لكم كنغسل المواعن كاملين باش في الصباح ما يكونش عندنا نوضو نلقاو داك البوطاجي مشارجي، عاد نبداو نغسلو عادي الفطور. عاد البوطه حتى هي كنمسحها في الليل كما كتشوفوا، كنمسح البوطه في عندكم البوطه والمواعن كلهم كنحيدهم في الليل. من الاحسن وترميو الا كاين شي حشاكم شي زبل هو في الليل تحيدوه، ما تخليوش باش ملي كتبداو الشخره تبداوه بخير. دابا ان شاء الله ندوزو نوجدو الفطور، نفطرو وعاد ديك الساعه نبداو ان شاء الله النهار ديالنا. كما كتشوفوا غندير ان شاء الله اليوم القهوه، ما كنفيضش حليب بزاف يبقى لي يدور في الكيسان، ولا غندير الحساب اللي غنبغيو. مثلا كنشربو كاس كاس غادي نعبر كاس الكيسان ديال الحليب وغنديرهم غنديرهم هنا فهاد ديال القهوه. نصب لها هادي ديالتي وغندير القهوه، مغاديش ندير بزاف باش متجيش قاصحه، غندير غير معلقه صافي. غندير هاد التفايض ندير القهوه طيب ونرجع معكم ان شاء الله. قهوتنا هي وجدات دابا صافي، غادي نمشيو ان شاء الله. دابا نحطهاش على البلاطه مباشره. بالنسبه للفطور هذا هو فطورنا، ان شاء الله غتكون قهوه وشويه الكونفيتير وشويه الشوكولات وهذوك الكروس اللي كنت صايبت هما وما هادو ما غاديش نسخنهم، موال لانهم باقيين رطبين كما كتشوفوا باقي رطبين ما عندناش نسخنهم. وهذا كنت صايبته لبنتي في الصباح الريحانه ما كملاتوش، غادي نحطو حتى هويا صافي. هذا هو فطورنا، نفطر ونرجع معكم ان شاء الله. كتشوفوا حبيباتي كملنا الفطور، دابا دزت نعجن، غادي نعجن في قصريه كما قلت لكم انا عشان نتغدى كنعجن في قصريه. وهنا سولتني واحد الاخت على المستدير، هو هذا اختي هو راه فورس ولكن هو حرش مسمد، راه تمشي غير عند الهري يقولوا من الفرينه الحرشه، كيقولوا الفرينه الحرشه راه يعطيوها لك. بالنسبه للغدا حبيباتي غادي نصوره بوحده، ندير اللحم بطاطا قصبيه كيجي رائع جدا، غادي نصور لكم بوحده ان شاء الله ونلوحو حيت غادي يجي فيديو طويل. المواعنات كما كتشوفوها هما ديال الفطور، غنغسلهم غير نعجن نخلي العجينه تخمر ونغسلهم. كما تشوفوا حبيباتي الخبزه زعما طابو، انا الخبز كنطيبو بكري دابا غادي نغطيه وراكم كتجي من الداخل. انا ديما كنوري لكم حيت كيعجبني الصراحه، كيجي زوين احسن من الخبز ديال برا. هذا راه عجنتو غير بيدي زويون. الا بغيتو الطريقه ديال الخبز غتلقاو الرابط اسفل الفيديو. دابا غنغطيه ليه وغادي ندير واحد شويه الدقيق ونعجنو باش نوجد ان شاء الله. ما غاديش نصايبهم دابا غير في العشيه، نوجد شويه نسمن الكسكروت. انا كنفضل نعجنو دابا ونخلي حتى العشيه ونصايبو هكا باش ما نعكش، حيت بعد ما عكزنا غير ديك العجينه باش ما ندير باش ما نوضوش نعجنو. نعجنو دابا، انا غنوريكم هذيك المكونات حيت شحال من وحده كتسولوني في شحال من متبعه كتسولوني في لي كومونط واش درتي في العجينه المسمن. انا غندير قدامكم ودابا غادي نمشي. دابا راه رديت الغدا باقي ما طابش، الخبز طاب قبل من الغدا، غنغطيه ونخليه. وغسلت المواعن الفطور درت كلشي، باقي لي غير نشطب الصالون والبيت وغنسيق الدار عاد نتغدى ان شاء الله باش نتغدى في هكا ما يكون تابعني والو نتغدى وانا هانيه. هذا هو الصالون حبيباتي، صالون عادي سامبل. هاد الطليمطات عندي تقريبا مني كانت ريحانه عندها 9 شهور، يعني واحد المده ديال بدا تقريبا 6 سنين. هاد الفراج ديال واحد الدار عندي في كازا اللي فيها 61 متر، ما جانيش في هاد الصالون بصفه نهائيه كما كتشوفوا ديك مزرقة خاويه. المهم عديت بيه وصافي حيت هاد الدار فيها 120 متر يعني كبيره. كما قلت لكم ما بدلتش حيت باقا ما عرفاش راسي واش غنستقر في مراكش في قطره واحده، ديك الساعه نشوفوا شي بريطما وديك الساعه الواحد يستقر فيها. المهم هاد الساعه باقي ما مستقرينش، بغيت كنتحول ما يمكنش ليا نبدل لا طلامط ولا حتى حاجه. وهاد الحفه ملي حيت عرفتوا الفراش كيطلع في الراس، ملي كيطلع كنعاود نبدل كندير ليه فاس اخر كري وصافي. وزريبيه انا غادي نرشها بهاد الماء، هذا ساني كروا، هذا هاد القرعه ماشي ديالته، ديال واحد الخوت اللي كنمسح بيه الثلاجه صراحه فن، كيتباع في بريكوما كيدير شي 35 ولا 45 درهم، المهم زويل الثلاجه. هذا ديال راساني كروه هنايا،
كنرشها هكا على الزربيه. صراحه كتسهل عليا، كندير غير كراره، ما كان انا كنقولها كراره، كاين اللي كيقولها باي باي، المهم كل واحد كيقول ليها. المهم هي هادي، هادي باش كنشطب. ما خطف مره في السيمانه كندير داك التنظيف العامر، كندير الشطابه وتنكرد الزربيه مزيان. كنعطيها هاد الشطيبه ديال القلب، هاد البلاصه راه كشتو كغير الضص، يعني الزربيه راه كنت واخداها على حسب الصالون ديالي اللي كاين في الدار البيضاء. ان شاء الله مازال نوريكم طلهيها ان شاء الله. صافي، هنا واحد اللعاب ديال الريحانه كتلعب هنا في العشيه، وهذا فين كنجلس انا كنخدم في الليل، كنجاوب على لي كومونتير، وهذا الكتاب كنقيد فيه هذوك الطلبات ديال الاخوات اللي كيطلبوا مني شي حاجه كنقيدها هنا، وكل واحد طلبات مني شي حاجه راه اكيد ان شاء الله غادي. هذا بيرو ديال الريحانه حاطيته له هنا نيت، كتحفظ هنايا وداك الشيء. المهم هذا الصالون تقريبا جمع كلشي، راه صالون تبارك الله كبير كما كتشوفوه. المهم انا غادي نشطب دابا الصاله ونرجع معاكم تشوفوا الزربيه كيفاش خرجات. كما كتشوفوا شو الزربيه كيفاش تشطبات، تشطبات مزيانه غير بديك السانيكرو، في نفس الوقت كتبقى واحد الريحه زوينه في الصاله في الزربيه عفوا. هذا واحد البيت كنجلسوا فيه، حتى هو هذا الفراش تاع البيت اللي كان عندي، كان عندي بيت صغير هاد ليا ثلاثه. راكم عارفين السكن الاقتصادي كيفاش تيكونوا الديور ديالو في مدينتي في الازهار، بزاف د البنات غيكونوا عارفينها. جاوني هكا دوك الكوانات، انا ما كانوش عندي غير شريتهم باش عمرت دوك الطويبلات، غير شريتهم باش عمرت دوك البلايص. صافي، هاد الزربيه هي غندير لها نفس الديكور، غادي نرشها حتى هي. وكما كتشوفوا حنا ما كنجلسوش هنا بزاف، هنا غير كنجلسوا نتفرجوا. صافي، ما كان هادي تا هو شريتو، عمرت فيه ديك البلاصه كما قلت لكم، راه القناعه هي كلشي. ما غاديش نقول لكم انا صالوني المتواضع ولا، الحمد لله والشكر لله. الانسان اللي عنده راحه البال وحق الله الا غير حصيره الا جلستو عليها وحق الله هي الدنيا وما فيها. اما راه الانسان راه عنده ما حتى شنو ولا من راحه البال ما كايناش ما مرتاحش. المهم كما قلت لكم انا غادي نشطب هاد الزريبيه حتى هي ونرجع نسيق ونتلاقى معكم ان شاء الله. كما قلت لكم حبيباتي غادي ندير شويه المسمن ونعجنو ونخلي، ما غاديش نصايبو، ما غاديش نخبزو دابا حتى نتغداو وندير واحد شويه لاسياس ضروري واحد نص ساعه ارتاح فيها، وعاد نوض ديك الربعه ربعه ونص عاد ندافي ان شاء الله. غادي نعجنو ونخلي معدي هنا خماره وحده ومعلقه كبيره ديال سنيده، وعندي كاس تاع ياغورت طبيعي سوس. انا درت الفينو ودرت الفورس ودرت شويه من داك الفرينه الحرشه اللي هي داخل قمح المستدير، ما كانش ديك الفرينه الحرشه ماشي مشكل، تقدروا ما ديروهاش كاع، ديروا غير الفينو والفورس، غلبوا. انا كنغلب الفورس على الفينو باش كيجي زوين. صافي غندير مليحه. صافي هاد المسمن راه غادي تلقاو الرابط تاعو اسفل الفيديو، حتى هو مع الخبز اللي غنحطو لكم ان شاء الله، كيجي حتى هو رائع. دابا غير بغيت ندير تذكير، شحال من اخت كتسولني هادشي اللي كندير في المسمن. غادي نعجنو ونغطي بواحد فيلم اليمونتيغ ونخليه، ندهنو بزويته ونخليه هنا في العجانة. يعني هذا غنعجنو في العجانة، العجينة تكون قاصحة ديال المسمن متكونش مرخوفة. كما كتشوفو حبيباتي أنا خويت الماء، ماشي خويت الماء، درت واحد السطل درت فيه جافيل وتيب وسرت الدنيا مزيان. ما غاديش ندير الشيته حيت الدنيا نقيه، كنجففها كل نهار، يعني ما يمكنش لي ما عمرني بطلت الجفاف، كل نهار كنجفف. وهنايا الصالون تا هو شديتو خويت فيه الماء كما كتشوفوا، والمراح هو هذا المراح، كاين هاد الطابله هادي غد صالامونج زعما، هي قديمه عندي مسكينه، باقيين كناكلو فيها. هنا فين كناكلو، فين كنتغداو، فين كنفطرو، فين كنتعشاو. وهذا المراح تما فين كاين داك الباب لي اونفاس معانا، كاين بيت النعاس، بيت النعاس خلاص كنجمعو مع الصباح ملي كنفيق كنجمعو هداك. وتما كاينه الكوزينه، هداك البيت الباب لي مستر كاينه الكوزينه. وهم دايره واحد السبوره الريحانه كتحفظ فيها ملي كتجي كنديرها في هاد الدروس. صافي غادي دابا نجفف دغيا حيت تقريبا الوقت باش تجي ريحانه من المدرسه باش نتغداو ان شاء الله. تا الكوزينه ها هي كما كتشوفوا سرتها، بطاطي خويته الماعن كنغسلهم، كان كي كنسالي خصهم يطلعوا البلاكار، ها واحد البلاكار الفوق. انا نكمل ومورا غدا ان شاء الله ندير لكم دويره في الكوزينه وتشوفوا ان شاء الله الفرار وداكشي. صافي غادي نسيق دابا هنايا وندي ما كما قلت لكم هي جات القرقاره. صافي ها هي الدار اللي شفتها، ريحانه جات من المدرسه. قولي السلام ريحانه. السلام عليكم. هنا الكوزينه تاعي شفتها. صافي
هاد البلايصه اللي قلت لكم ها هي صافي. ديك المرايه كاينه واحد المرايه تما دوزت عليها التيت مزيان وغنغسلها. هادوك اللي كتشوفوا تما راه الصابون داك اللي كنصبن به ديال الكاف وداك الشيء. وهادي ديك الماكينه الصغيره اللي كنت قلت لكم كنصبن فيها السليبتات والفوطات والسليبات ديال التحت هي هذيك كدير 350 درهم باش شريتها. غنحيد داك الشيء غنحك وراه وغندخل نحك حاشاكم لي طواليت بجوج وصافي. هذا هو الروتين تاع هاد النهار في السياق وندوزو نتغداو ان شاء الله. كما قلت لكم واحد شويه لاسيس نتلاقى معكم باش ندير شويه المسمن الكاسكرون. كما كتشوفوا حبيباتي من بعد الجفاف والروينه وسالينا حطيت الغداء غنتغداو ان شاء الله في المراحل اللي وريتكم ليه حنا فين كناكلو ديما. فاش كيبقى البيت والصاله كتخو بقاو مطرفين. دابا حبيباتي غادي نضربوا واحد الطويره خفيفه في الكوزينه. هذا الفران ديال الطو ها هو مارك اسيل. هذا شايه ب 100 درهم ما غاليش. هاد العيبه انا حطيتها لكم هنا باش تشوفوها بالنسبه لنطيبو كيكه وطفو عليها ما تخرجوهاش ديك الساعه خليوها في الفران. وجيب واحد العويد هكا مغرفه خذوا العويد تاعك ثاني ونفسوا الفران ياك خليوه واحد المده ديال 5 دقائق عاد خرجوا الكيكه ما غتهبطش لكم. هذه العجانه حطها هنا حطها فوق هذيك السريبيته ديال الماعن ملي كنغسل الماعن كنمسح بها وصافي. هنا راكم عارفين هنا فين كنصور هاد العيبه ملصقاها بواحد اللصقه ديال الطوموبيلات صراحه كتلصق مزيان ما كتخلاش تحيد. صافي هادي الكوزينه. هنا كاين واحد البلاكار حاطه فيه الماعن كما كتشوفوا. هذا بوطاجي لتحت هو حتى هو هكا بلاكار حتى هو خاشي فيه الطحين خشيه. هذا واحد الفران صغير ديال الطو كنسخن فيه غير الخبز المسمن الطبوط اي حاجه بقات لي كنسخنها فيه ديال 250 درهم باش خديته. وهذا ميكرو اوند صافي. وهذا واحد السرجم كيشوف للزنقه كما كتشوفوا. وهذا واحد الفران الغاز سولتني واحد المتبعه قالت لي واش من السميتو راه ما عندوش اختي السميه هانتي كما كتشوفي ما عندوش سميه مجهول. المهم دوك كيتباعوا في القيصريه هما هادو في السوق خديتو من القيصريه ديال البرنوسي خديتو 32 ريال. ولكن الصح والعمل صراحه كيطيب الخبز زوين كيطيب الحلوه زعما علاش ما جيتي كيطيب ما كنديرش فيه الكيكه لانه منفس من اللور كيدخل دوك المنفسين من اللور ما كيطيبوش كيكه مزيان ما كيخليوهاش تطلع. داكشي الخليط ديال الضو كنطيب فيه الكيكه. هادو واحد المجيرات صغيور فرقه بينهم وبين الثلاجه على ود السخونيه ديال الفرن دايره هنا حاطه فوق منو البانينوز وديك ديال الطوست كنسخن فيها الطوست. الاول دايره فيه سريبتات كما كتشوفوا الميزان باش كنعبر والثاني دايره فيه تاول داكشي ديال داكشي المدلاك وداكشي ديال الحلوى والميكسور. وهادو دايره فيهم داكشي ديال الحلوى الفاني والخمارات المهم. وهذا دايره فيه تاهو داكشي ديال الحلوى نيت بلاستيك داكشي ديال الحلوى. هادي الثلاجه هادي كريحانه دايره الاشهار صورتها. هادي الثلاجه وهادي واحد الكيديجه صغيره خديتها من مرجان صراحه نفعتني من حل سد ديال الثلاجه كندير فيها الماء مثلج ولا وكيشربوا منها النهار كله كتبقى محتفظه بالماء. جوج قراعي كنثلجو ولا كنشد بانيو كندير فيه الماء وكندخلو يبات في الفريكو الصباح كيصبح مثلج كنخشيفه وكنزيد عليها من الروبيني كتبقى بارده النهار كله. هادو كما قلت لك هذيك اللعيبه اللي معلقات هي نديرها فيها شي نهار ان شاء الله نديرو هاد الحلوه ديال الورده كتجي زوينه. صافي ديال الكوزينه. وهذه ماكينه الصابون حاطه فوق منها داك الفران ديال الطو. صافي ديال الكوزينه ديالتي صغيره ولكن زوينه واخا صغيره زوينه. انا في الاصدقاء عندي البالكون هنا ما كاينش البالكون. المهم الدار كتحسي براسك مرتاحه فيها الحمد لله. الا كنتو مرتاحين في شي بلاصه والله ما تهمكم حتى حاجه حيت الراحه هي كل شيء. كما كتشوفوا حبيباتي راه ملي كنخليو المسمن حتى كيرتاح مزيان راه ما يعذبناش كتولي انت كتجري فيه هو تابعك. هاد الاخت سولتني على يدي قالت لي مالك في يدك. هذه واحد الحركه علامة الحداقة خدمت فران شكت باقا صغيرة شوية. ملي كنشوف ملي كنعجنو كنخليوه نعطيوه الوقت كيجي محلول هانتوما كيجي خامر وزوين. أنا غنكملو طياب كيما قلت لكم داك النهار في الجدول اللي حطيت ملي ما شافوش يرجع لي كل نهار كندير حاجة. دابا غادي نديرو الكسكروط عادي ديالنا
بنتينات خبيز زويتينات المهم اللي قسم الله. ولا شو ما كنديروش كياكلوا ديسير ياكلوا شي ياغورت ياكلوا راي بلي كاين. والدريه الصغيره غندير لها ضروري شويه المحمصه بالحليب ولا غنديرها حتى القبايله بغاو ياكلوها غندير لها شويه يا اما حسوه يا اما حسوه اما بالبوله بالحليب يا اما كندير لها محمصه بالحليب ولا بمطيشه المهم كل نهار ورزق. وكنوجه واحد التحيه كبيره لسميره ام انس في الدروه كتكون في الدروه هي بنت الطربيطه وكتكون في الدروه كنوجه لها تحيه كبيره. كما كتشوفوا حبيباتي الروتين ديال اليوم سهله وجدت اتاي كما كتشوفوا حطيت سيلا شويه الكونفيتير الفريش شويه الكونفيتير المشماش وشويه الفرماج المهم كل واحد ياخذ داكشي اللي قسم الله اللي بغى ياخذو. ها المسيمات ديالنا كيجيو على هذا الشكل كيجيو رائعين زوينين. بغيت نقول لكم ما تحطوهمش فما تكونوا طيبه حطوهم في شي حاجه بحال الشبكه باش ما يعجبش باش ما يرجعش عليهم داك الصه ديالهم ويجيكم معجنين يجيكم ناشفين. المهم الروتين هنا غادي يكون سهل الروتين ديال اليوم كنتمنى يعجبكم كنتمنى نكون خفيفه على قلبكم وما نكونش طولت عليكم بزاف وخليت لكم الراحه وفي امان الله.